إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب 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 اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة فجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة فجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة فجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة فجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا بسم الله نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة هو رقم 19 من سلسلة الشرح المتعلق بالأخضر. راجي من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التوحيد. وما زلنا اللي نقروا لا مقدمته معناها بدايته ما بدنا نلحقنا قاع بلاد الاحكام اكبر. نعم اللي كنا نقروا كامل قالوا الاحكام هم اللي في الواقع. بل قاع فيه ياسم العلم اللي ما يكبر قاع في طهارة الحدث ولا الخبث ولا الصلاة ولا الصيام ولا كذا كذا. لأن الرجل حقيقة وفقه الله نسأله التوفيق في الأقوال والأعمال. وفق مولانا وشابه مقدمته كثيرا من العناوين اللي كل عنوان منه تحت ياسم العلم الشرعي. اللهم امين. اسمعوا. كنا البارح في قضية حرمة صحبة الفاسق ومجالسته. وأجمع المسلمون أنه لا تجوز صحبة الفاسق ولا مخالفته إلا لضرة. يقال أنه من حكم لقمان بن وصي ولده. يقول له يا بني إنين يقول له إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإنك إن تك عالما نزعك علمك وزادوك علما وإن تك جاهلا علموك ولعل الله أن يطلع عليهم بفضله أو رحمته فتعمك معهم. وإن رأيت قوما جهلا مثلا عياذ بالله ما هم كذا فلا تجلس معهم فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك وإن كنت جاهلا زادك جهلا ولعل الله أن يطلع عليهم بسخطه فيعمك معه. معناها كل مجلس هامك تسخر أهله يعطيك تخرص هو شماس إلى طيب أعجل تخل واجلس معاه لأنه مش ملاك يجيه مش من الإسعاف وحد يحضر له ما يظلمك. وإلا شفت مادة ما هي طيبة لا تقعد معاه لعل اقل درجاته لعل مولانا يغضب عليهم يلحقك ذاك معهم. قالوا المولانا اش ملاكين يغضب ينطفك حد بالاذن. بالاذن. يقدر اقاه يقول لي باسم حاله ومولانا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى ومن كفر فعليه كفره ولا يضلكم من لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ينقال له تارك ما نتفاطن أمة نوح تصد مولانا فيها الحيوان والطيور مع أنهم لم يعصوا الله طرفة عين.
لماذا إن قال نوح عليه السلام احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك السفينة ارتد فيها من كل شكل من المخلوقات أقبض الذكر والأنثى وديرهم عاصف السفينة لأن مولانا له يدمر جميع يحرك على وجهه قالوا لماذا بأي ذنب قتلت لماذا الحيوان طاح لي لماذا العقال لماذا الابهانيس لماذا حركات التراب لماذا شنو خرافي استخبار دي الحيوانات اخرى الطيور اخبار قالوا مولانا من يشتد غضب وش ما يكن تفر ذلك يا غير ينطفر في الدنيا يا غير ما يعذب يوم القيامة إلا من عصى وأما في الدنيا فقد يأتي عليك البلاء مع أنك مطيع وهم عصاة. وقالوا هذه الآية اللي في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى إنها قاع ما يزبني إن المقصود بها الآخرة. مين تسمو حد يستدل بها يقولوا له ليك عاقب تكلي يكرهي لك الآخرة ما هي الدنيا. لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في المصحف الله متعلقة بالآخرة ما هي الدنيا. ولذلك يقول مولانا لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قرب هذه حالة يوم القيامة الدنيا. لا تزر وازرة وزر أخرى أن ذكرها الله غالبا في السياق وفي المكان اللي يتعلق بالكلام اللي يتعلق بيوم القيامة. وأما في الدنيا حد ان مولانا ما يعذبك بذنب الاخرين يا غير يقبوك لانه اشتد غضبه او لانك سقطت على المنكر فلم تغير. انت مغبوب بذنب ثاني وهو السقوط على المنكر او الرضا بالمنكر ونحو ذلك. لفهمتوها ولا ما اسمعت؟ اذا معناها ما يغلط يا جاز. اذا اجبرنا البارح انه يحرم على كل واحد منا انه ما ادري اصحاب اهل الفسقه. وحتى كان مشغل في دينه ما 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 ما, ما يصحبه ولا يقعد معه الا للضروره. وحقيقه الحادث اللي يطبق له لا هي لو ذنب بدي ما هي على وشيه الارض. ولا هي لو القريه ما هي هو. ولا هي بحال العود في حيره من دينه. هذا هو الواقع. لكثره اهل الفجور ونقلل مولانا قوما جلسوا يذكرون الله. حتى في المساجد كثير من المساجد مجلسها شطاري وشلت الخيام وفلان ذاك جم الشرطيني قال وفلان ذاك كربه وفلان ليك وفلان ليك من فروق الشقل فك وجاي المرض اللي لعاد ما هو ذنب ما هو بعد حسن. قل المولانا انه فيه مجلس سليم ولعاد قاع مره السليم لباس به يعقب يبكي فيه الغيب إن جاء فيه سم... وإن جاء فيه الكذب تنقال فيه أمور ما ترضي الملك. إذا لسنا من اليوم قل المولانا تقعد في المجلس وتشوف عند الأخ حسن. هذا هو الواقع. ورا هو ما ينقال هذا النوع مين تقول قدام واحدين آخرين دول كلها يدور عليه. قال هذا هو الحد. هذا الحد. إذا عرفنا أنه حرام صحبة الفاسق وأعطيناكم عليها الأدلة البارحة. إذا رأت من مولانا مشيء وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال النسائي أن أمي إذا رأى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ. خلوا الكلام ما في شريط ما يسجل عليكم فيه الكثير واحدين منكم ما عندهم آداب ما يليق بمادة كل حلقة مسجل عليها يعرف عليها تردد لكن مادة جديد امدح مولانه اللخلة وذاك عيب للإنس لأنهم حضروا مرة واحدة ولا الإسلام ما يعرفوا حضروا مرة واحدة الإسلام يصنطوا قال صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصح. والغريب هم يسكتوا ثم يسكتوا من الفتن ما يحروا قاعدة ما يقول هم أنصيتوا قالوا هم أنصيتوا عادوا هم يسكتوا أنفسهم. قال مولانا فلما قضي معناها فلما انتهى ما قاطعوا واحد
ولا تشوش عليه واحد ولا يرفع واحد صوت ولا تصور واحد حتى انتهى ما يسمع ولا يقرا. داروا قصه برضه علينا هذا لكن بين ان هذا هو ادب مجلس العلم. حد من ساعه يحضر يظفر جميع الجيش تليفونه يقبل وخواطره كخمامه يغفر ولا يرتبع عليه رجاه ما يترفع عليه ولا تصور ما يجاوب حتى تنتهي الحرب. بل في آية أخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا ينظر الله إليك وأنت قاعد مع المد ما ترضي الملك عرف أنك تطرح في كثيرتهم مباشرة. وقال جل وعلا في آية أخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يعلم الله من قلبك أنك مايل على الكفار ولا الضالين ما دارك معه. حتى يوم القيامة تجي الناس كاملة كل عينة تجي مع شكل الكراطة يجوه بليدة مو جمعين كان الناس اللي خرصوا يجارب في بليدة الناس اللي يكلبوا في بليدة الناس اللي يزناوا بليدة الناس اللي يصرقوا في بليدة الناس اللي يغشوا في بليدة الناس اللي يبيعوا بالربا في بليدة الناس اللي ما يصلوا في بليدة الناس اللي يزناوا في بليدة الناس اللي يفتروا على الله الكذب كذا ايش كيف كانت الغيبة في بليدة النميمة في بليدة كل عينة وحدها. يقول تعالى وإذا النفوس زوجت قالوا من تفسيرها معناها كل نفس زوجت معناها يتعامل معها شكلها ولذلك إن قال لك الزوجين شكلين هي الزوجين مرة معناها الأذكار نيفي ومرة تارة تقول معناها شكلين متقاربين. ومنه قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين حتى أصدر فيه الأزواج. كل عينة من النبات فيها نوع شيء الأذكار وفيها شيء شكل نيفي أصدر ورق في شيء أذكر وفي شيء نيفي وحتى النبات في شيء أذكر وفي شيء نيفي. ولذلك أطلس مولانا الرياح ترفد من ذاك الأذكر وتطرف على النيفي من الشجر فينبت الله فيها الخروب والنبات ذاك اللي تريد. وهي قوله تعالى ويرسل وأرسلنا الرياح لواقح تلقح أرسلنا الرياح لواقح معناها مشوا الرياح ترفد الطلقات يعني كل ذكر ترفد من هذيك المادة وتنقلها بالشكل اللي مناسب لها تجبر الصدرية على تخضر ومبرقها بيد جاه التلقيح من الرياح. كل شيء من النوشد وإذا النفوس زوجت أي شعيلة كل شكل مع ما يناسبه شراف الخمر الزناس الكذابة أكل الغيبة النميمة السراق كل عينة دائم على شكل. ويشير إلى ذلك رسول نصر ما يقول المرء مع من أحب معناها عرف أن كل واحد منكم على كل يبقي ومع شكله ويبقى الصقع يعود شكله طيب ويبقى شكله خبيث عرف لا يقدر معهم بعض. ولذلك يوم القيامة نتبع في الناس قال وامتازوا اليوم معناها تميزوا لا تتخلط حد مع حد لكن اخلاط الكلام في الدنيا ما فيها خالي. وامتازوا اليوم أيها المجرمين كاملين عيناتكم كاملة تميزوا لا تتخلطوا اثنين كل شكل يمشي على شكل. احشر الذين ظلموا معناها الذين عصوا وازواجهم معناها الشرب. والله ما فهمتوه اذا معناها على ان حرام علينا نصحبوا حد كامل عاصي. قولي لعدنا ما نصحبوا حد عاصي اذا كان نقدر نعود العصاة. هلا قالوا معناها انكم اللي يالتك تعود ما مهاجر نفسك لانك انت تعود عاصي يالتك اول شي بعد قاعد تشهر تهجر في الله راسك. فمن الله تقول لك نفسك الواحد تقول لها انا مشجع عليك انك عاصية واش بعلي قلت مخالطتك ولا تقول ان الرواية زينة ما اعتدت بيجي اليوم وتلاقي حارب منتج يهدي ان النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي يوم التالي حارب نفسه لأنه يجي المجرم الأول.
وسبب الله يقول له ويقول له حل حل انسانك ان اجبرنك الشاهد من الشريعه لهي نجبل صدقك ولا ملاك انا حويجرك. ولذلك قالوا لا يرضى الله عن العبد الا اذا ابغض نفسه في ذات الرب. ما يرضى مولانا عنك ما هو نتعود ما يتقدم راسك بك الا عزة مرضى أسهل. عد عاطي نفسك وكاره نفسك ولا نكرابي عنها وقاعد بشره وشاكي الى ربك من نفسك كان مولانا يسلكك من نفسك لا تضفر. اما لا تعود راضي عنها يا اخي الاخلاء لازل لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه طيب عرفنا انه ما يصحب وعرفنا انه ما يشارس. ايوه قدم الصلي هذا اللاش من التذكير بالبارح وقد زدتكم البارح قدر مستفصي ما قلتلكم الليلة خارق تذكر بعض رؤوس الاقلام البارح. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا اله الا الله وحده ومن والاه ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاته دون ضرورة ولا رضا الخلق بسخط الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق. خلاص هذا الراجل طرحهم مولانا على موريتانيا. يلا يصدر قرار بتحريم تدريس الاخضري في موريتانيا لانه محارب. اذا كان جارنا لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته. هو جانا قاعد خلاص ما جانا قاعد تكركر اخرى. جارنا انهم اللي حرام علينا نطلب رضا المخلوق لسخط الخالق. فالله اولى بالرضا هو قال من فاسقي به الوزر قال هي الله فالله اولى بالرضا من كل احد. الله اولى بالرضا من كل احد. ولذلك قالوا المولانا هذا من بلغت القران يقول الله هو رسوله هو حق والله هو رسوله هو حق. اخ لعن اهلكم حفظت القران فيكم قليل. له ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سمع إذا إشارة غريبة أنه ما قال الله ورسوله أحق أن يرضوهما. قال أحق أن يرضوه ليه والرسول أهرمه. قالوا قال حتى الرسول قاعد لأن دارسوه مع رب العالمين يغير الرضا للمولى. قال الله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل أن يرضوهما. لعل يعود المخلوق يلوذ الرضا غير الله جل وعلا. الكرم وعاد بيك انه نوع من السقرين ولي النبي صلى الله عليه وسلم نوع ما يفقعوا الى ان جار انه قاع ما مال يسقوه لكن ما فيه لعظام منه انه هو كافي ان يرضى مولانا يرضه. اجبر مولاي جل وعلا قاع اكتفى برضاه هو لانه اذا رضيه ورضي رسوله لانه مرقل الا على رضا الله. اكتفى برضا الله عن رضا سائر الخلق. ان اللي منكم يبقيه مولانا ذروعه برضاه قاعد رضا مولانا واللي منكم ما يبقيه الله يعمله يفجع اللي يخلق. هذا روركم ما ينقال ما ينقال قال الاخباري ما ينقال قال به الا الله. قال انه لما يحل له رضا المخلوق طلب رضا المخلوق لسخط الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق. هذا اللي تقولوا الماده ما يجيب اثبات في دارهم ولا تبقى تصدق عليهم ليلة من الليالي مصدعوك عند الهم. الله أولى بالرضا من الفاسق. قال انه من بلاقه قال فالله أولى بالرضا من الفاسق إن أولا به لهذا حديث جاء في الحديث هذا أصل حديث نعم صلى الله عليه انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا مكبوغ من آية من القرآن واضح. قال انه مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا يا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك مطلقا. قالوا ان قال ولا يعصينك وقيدها انها لا يعصينك الا بشرط عود النبي صلى الله عليه وسلم مسجم قاضي مرضات مولاه وهو راه معصوم. معناها ان الناس تخرج اخبار ومعناها ان هذه الكلمه اللي تخرج لي يلا تنقلع ونعلن تأييدنا المطلق. ما في تأييد مطلق الا بشرع الله.
لا فيها رجاء يؤيد مطلقا الا من عصمه الله. والله ما فهمتوه. ولذلك قال ولا يعصينك في معروف، فاشترط ان الطاعة انما تكون في المعروف، اما اذا وقع راس جرام من المنكر لا طاعة لمخلوق. أجنك الله يسمع دو ولا ما يسمع دو. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله أولى بالرضا ومن كل أحد. لا إله إلا الله البيت صوبي تقجد ظاهرة الحديث، والله أولى بالرضا من كل أحق الله ورسوله وهم اللي أحق وأن يرضوا، وأما غيره قاع رضا ما مستوى العم ومن يرضى مولانا لكن آخر كان ما هم ونين ما يرضى مولانا ينين يرضى عنك الماء خالق كامري ما يقدر يصرف عنك وشيء الدرس ولا ودنك توجعك ولا يقدر يصرف عنك العشق قاربك سمو ويا رضي الله عنك أغناك عن الكل مولانا يغنيك عن كل شيء. ولذلك يقول مولانا كلمة تشبع تشبع تبلى القلوب. يقول في آية من القرآن ويخوفونك بالذين من دونه يعقب يرد عليهم يقول أليس الله بكاف عبده أنا هرماني كافي هما يخوفوك من فلان وفلان أنا هرماني كافي عبدي ننعر لي نحميه كافي كافي مولانا يغنيك عن كل شيء والله لا يغني عنه شيء. من استغنى بالله كفاه ومن استغنى بالخرق عن الله اخفاه وابتلاه. ما يعود مخلوق اعتماده على غير الله مخلوق ولا يعود اعتماده على مولانا ولو اغلقت عليه السماوات والارض واطبقت عليه لابد من شيء فرق لأني معتمد على الملك لا على سبحانه. إذا لا طاعة لمخلوقه وهذا التعبير قاع ما هو أديب، هذا التعبير راك ما هو أديب بالنسبة للناس، لأنه التعبير بالمخلوق وكالة قالوا فيه إهانة للمخلوق وتعظيم لحق الخالق. هذا ما معنى شم قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ياك الموس مخلق يكن يقطع ولنفتي يكن يتحسن والبوق يكن يصور والقلم ياك يكتب. قال مولانا ايوه انا قال يا مولانا قال مولانا يا عبادي كل شيء خلقته عند رواية يعطي وحاجه كل صناعة عندها وظيفة يلا تقوم به. نقلم قلتوا انه مخلق الكتب وقبلتوا وقبلتوا على كذا على كذا ايوه وانتم مخلقين له. اذا انت ايوه مين قال لك نقلم انه ما يكتب شو تقول؟ تسرقوا تقول انه خاسر وتديروا في مبالي ولا عاد حياة سرة تديروا فيها. اذا معناها يا عبدي التمرين ما تعدى للمخلق ولا تنزل لانه خاسر معنى صالح. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا انت قادر على ان الاشياء اللي منها ما اصلح الا المديون وعلى ان الله يسرق مبالي. اذا ما انت من مبالي لانك لم خلقنا ما عدل. والله ما فهمتوا. قالوا على انه قلت للراجل لا لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق على انه قايس على ان المخلوق مقابل الخالق جل وعلا. معناها انا خلقتك وكل شيء مخلق مديور المهمة. هذه الغاية اللي هي المخلقة اللي ما يعدلها. معناها انه واجب. معناها انه خاطر معناها ما وصل. انت اللي مالي معارض هو الذي خلقك وسواك وصورك. حرام علينا نرضي المخلوق بسخط الخالق. ايوه من درس الى عاد رضاه يرضي مولاه. والله ما نستغفر هذه. معناها هين عود انت من نفسك للي الدور لا مرضات مولانا الذي نقول لرواية نقول لك والله تفضل وها 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 هذا يرضي مولانا وانت مولي يرضيك ولا فاسق تفضل الله ايدك كلها وها غير عاد ما يقعد ما ترضي مولانا وانت ابويا وانت امي ما قالوا علينا مولانا وصف القرآن على الوالدين سامعين بها
تم يوصي عليهم يوصي عليهم يوصي عليهم من ايش الدنيا بعدها راح. ووصينا الانسان ووصينا الانسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها ووضعته كرها. خالق ايه واحده اقلع مولانا منها حسنا. لان الوالدين بعض منهم تخطى حدودهم بلق وعاد هامه انه يبتر هو ويخلى مرضات مولانا. انزل اقلع من المصحف حسنا. خارج امرأة كافرة وولدها الصحابي قالت له علنها ما ترضى عنه ولا تسمح له. كيف يقول واحدين من والدين واحدين امرأة من الشباب واحدين يتوخر صور لمسي يقعد حضر للدروس ياخذ الخير تقعد له امه معنته وتقول له يا ولدي ما تقدر اسمح لك ما هو انت تدعي عنك غير واحد فيك وتقرط رفيتك وتخلي المساجد لا تحضر المحاضرات ولا تدعي الله ولا تتعدى ولا تتعدى. هذا النوع من لمات ولبات جابوا مولانا في سورة ينقال لها سورة لقمان المتبارك مع ولو يا ربي على يغير المنكر. ياك يعرفوا لمات ولولاد الوالدين على ان اولادهم ما يغير المنكر والله ينهوهم عن تغيير المنكر لا طاعة لهم لذلك. قال في سورة لقمان ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وقلع قاع حسنا لانه الهم ضوء. الله اكبر. لو ليس تخطوا حدودكم الى حدود الله ينقلع قاع يرسوه. لكن فاطمه هي الوحيده في المصحف اقراوه كامل ما تجبر وصينا الانسان بوالديه ما جاءت من الدماء حسنا. يكون في سوره لقمان انقلعت حسنا وخلت فم كارثه تزوي ما فيها رجل. اياكاش اياكي واحدين من اولاد اباتهم شبه الشباب والديهم مزلزلين وما هم خليل وغير المنكر وما هم خليل وطيع الله انه لا ترى ولا ينطقهم الشريعه يقول لهم لا انا خلاني مولانا برز خلاني مبدية علي نوخوا بها من رضاكم يعود رضاكم سخط الخالق. ماني باركم ثلاث. قال وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن معناها ضعف على ضعف الوهن معناها الضعف. وفصاله في عامين يذكر لي ولوالديك إلي المصير يا غلو إن جاهداك وهمهم منهم يضغط عليك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا معناها اصحى معاهم متوافق معاهم الله في المعروف ما هو في المنكر. واتبع سبيل من أناب إلي. وكأنهم سؤالا طرح. أبو إلى قالوا إني عقيتهم ولا يسمحوا لي. قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما كنتم إلى تم هو لا من فزعه هي من فزعه. قالت والله ما نسمح لك زرت أنفسهم فبنى ديبا ونقول هو انه ما يسامح لك ونقال ايه مش كده ده لازم شنه. يقول له يا مولان انت علام الغيوب ويما قالت اني نخلي عني مجلس الخير وقالت اني ما نقرا وقالت اني ما نغير المنكر وقالت اني ما نغضب المولانا وقالت اني لو حرف كذا ونسرك القران ونجيب في المدرسه ولو حرف كذا وبيت لها يا مولان. قال ثم الي مرجعكم دورتوك في بين يدي وامك اللي تهدك بالعقوق انا هو اللي قلت لك برا انك تبرها وين يعود لا يتعاقب على الحدود ما يعني جاء بر لهم في كل نقطه لا طاعه لمخلوق من معصيته. يا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق ومن مطيع إلا إذا أطاع الله. ويقول العلماء إن الصفة غالبا تخلي شكلها الصفة ينتج عنها شكلها. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو واضح؟ الصفة تتبعها شكلها. هذا ما معنى من أطاع أطيع ومن عصى عصي ومن خالف خولف ومن اتبع اتبع. ولذلك اتبع سبيل من اناب الي. اتبع يا غير سبيل من رجع الي واتبع الشريعات. لماذا ما حد مسجل في الصلاه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ما نرفع الساب قولا نقول كلمه سب. صار عند منين يقعد في ركعه ما يقعد فيها نجوقوه ونقول له سبحان الله احنا وقوفنا اللي لا نتبعه الا في الاتباع.
وإذا خالف خالفناه وإن عصى عصيناه. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ حد هم يعصي المليك ودارك انت انك تطيعه ابدا. يا غير اطيع الله نطيعك وان عصيته عصينا. لا مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ قال طيب يا لا طاعة لمخلوق في معصية القارئ. فالله اولاد الرضا من فاسد من عاص من كل مخلوق. الله ورسوله احق وان ما رأى الله قال قالوا بعض العلماء على انك اذا اطعت المخلوق وانت تعلم ان في طاعته معصية فقد اشركت مع الله عيبا. ان طاعتك للمخلوق في المعصية شرك. انك انها تساوي انك صليت الركعات. يعني انت تسمع له معصية وانت تعرف انها معصية وتمشي له. خلي يلقى لك مولانا وانت تعرف تساوي انك صليت. انك عبدت. قالوا هذا الدليل شو؟ قالوا الدليل مولانا قال عن ابراهيم خليل الرحمن يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. يا ابتي قالوا لا تعبد الشيطان. قالوا لا تقف بار في التاريخ الذي يصلي ركعات من الشيطان. يا غير لما سمع وسوسة الشيطان واتبع مراد الشيطان صار عابدا للشيطان لأنه سمع للشيطان وترك أمر الرحمن. والمولانا سمى ذا النوع من الطاعة عبادة. ما هو لا طاعة عبادة. ونوضح ذلك في آية أخرى. خالق واحد مشرك الساعة كان مشرك. قالوا عدي من حاتم الطائي بو حاتم لكن اللي قاعد معروف بالجود والكرم في العرب هو جاهل. يا غالون الكافر ديك الساعة قال له عدي وعلى انه جال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قد جبت لكم في ما مضى سألنا الله يرزقنا من التوفيق. كذاب على ان لجاهل يسمى الكفر مولانا يا الله هو اشهد ان لا اله الا الله. اياك مصمص فرسانه يعود آخر كلامه لا إله إلا الله. إن هذا مضبوط من قصة الهدهد. إن هذا الطير علمنا مولانا على لسانه من يذكر الكفر بالله ما قد يوصي كلامه لن يوحد الله. بعد أن ذكر الشرك بالله ختم بتوحيد الله. ولذلك وارك عاد لقاه إني وفم المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عاد قال كفارة المجلس لأنك قلت في شيء ما يليق مولانا. تتوحد مولانا وراها كان مولانا يقبل عنك ذا الوجه. وعاد تصرار فيها قعدتين. من عد رباعية تقعد جبت ستر وسطى ماكم فاطمة بيد تحيات ولا الزافية. أنت قبل لا يتوفي يد ولا يكفي ولا إله إلا الله. إياك تعود أم اللي تختم عبادتك صلاتك بالتشهد بشهادة لا إله إلا الله. إياك تعود التوحيد واقع الكلام. والمؤذن جاء المؤذن اللي كان الا يكرمه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. انت لا يفهم الاذان يقول لك حي على الصلاه حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر. لا اله الا الله يجعلها اخر كلام. يلي العود المؤذن اللي كان جاء متباركم على الاذان ومعدر طاعه نادي ابو حشيته ولا يختم الا بلا اله الا الله. معناها تم دائما كرر لا اله الا الله. وما يسمعتوه ولا ما سمعتوه. عدي إن جار النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك ضروا من شر الحول إذ كان يتعمد به الأطرف وقعد يحياه وطرح له السادة وهو كف تبارك يدرسه بالشوق. يعني مثلا نشد معاه قدر من الأخبار. قال له انت قال له انتما قال له انتما قال له تعبدوا علماءكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم العدي. قال له محال يا رسول الله يا محمد هو يسعناها تشغل لا اله الا الله. قال له ما الله احنا ما نعبدوه علماءنا ما نعبدوه. قال له ما لهم بعد يحللوا لكم الحرام وتتبعوهم وحرموا عليكم شيء حلال تعرفوه وكتبكم وتتبعوا علماءكم به يفكوكم بالباطل وتمشوا معاه. قال له والله. قال له تلك عبادتهم. انت اسمعوا له معصيه مولانا تلك عبادة وهي اللي قال مولانا. وإذا خلى الله من ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن قول الله سبحانه وتعالى أحبارهم ورهبانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قالوا أربابا في الحال يعود عدلهم رب قالوا لأنهم حلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادة من نص القرآن يسمعتوه ولا ما سمعتوه أمر خطير شوي خطير جدا الغاية إذا لا طاعة لمخلوق ذي قلنا السبب هذا الراجل طيحة بتقوم الأخبار هذا فيه قال إنا لا تصحبوا الفاسق وقال إنا لا تمجلسوه وقال أمي اللي لا أطيعوه شي كامل قالوا لكم تعرفوا عنه عرفتم هذا ما يجب يسمى مع هذا النوع صحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق قالوا هذا مقبول ناس قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هذه العبادة اللي كان يقول هو أولا قالوا ما نعبدهم قالوا ما نحرم عليكم الحلال نطيعهم يحرم عليكم الحلال قالوا والله قالوا هي العباد أنتوا تصبعونهم وتخلوا لرجالكم رب العالمين ورسوله جاي من إذا هذه عباد والله ما فهمتوا عالم تعرف انه يهنتت ويفتي بالباطل ويترع طال وقجاس يقلب الحكم ويقعد ماشي على ظهره وانت واضح لك وموضح لك انه على باطل فاعلم انك اشركت مع الله رانك مشرك بالله المخلوق رانك جعلته ربا رانك ليس خالي رب عالي ايوه قالوا هذا كامل لا طاعة لمخلوق في معطيه الخير مقبولة من آية تعرضها موريتاني قال سبحان الله الرحيم موريتاني غالبا إن تقبل شم القرآن تقبل لا خاص شيء كي دائما ناقص مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم موريتاني ما يذكر ما يخلي الكلام ما قالوا لك بويا أطيعوا الله وأولي الأمر منكم والغريب يا رسول واطيعوا الله ما يغفو عنه واطيعوا الرسول ما يوقف عنه وأولي الأمر منكم يوقف عنه يدينس عنه قل يعطيك لخلة معذرة انت اطيعوا الله ما انما اشتري عنها قال انت قال لك اولا اطيعوا الله وقال لك اطيعوا الرسول وأولي الأمر لا حد ذكر بعد منين جابت بعد طاعة الله وطاعة رسوله لماذا ترصفك وتوضح للناس وتهددها وتخوفها إلا أولي الأمر وتخلي طاعة الله وطاعة رسوله إذا ما عليها أنك أنت عندك غرض شوفوا قالوا العلماء أن كلام مولانا ما تتأمل فيه ماذا هو لك مجاوب عليك بيات سابق يخلقه كبيات طارق لا يتلود الجواب عليهم هو لك مذكر جاع ما فات خلقه لأن مولانا يعلم ما كان حتى جاء إن مولانا نهل النار يوم القيامة مين يعذبوا دور يقولوا كذا هما هاتوا قاعد أخذوا النار مولانا راك يقول الناس إله تقول الناس عند الموت وعند الجنة وفي النار وهو ما أهل قاعد ما هاتوا لأن القرآن نقل إلينا ما كان وما سيكون وما هو كائن وكيف يكون إذا كان حتى قال إن مولانا عنكم إذا سمعتوني مولانا يقول إن جل وعلا يقول إن يا عبادي لا ترحموا بالكفار وأعدائي إذا سمعتوهم يهربوا ويقولوا يا مولانا عابس سامحنا وكذا لا يدبكم قلوبكم أنا نعلم إنهم مكينتكم ما فيها شيء قالوا التوبة الصادقة قال مولانا ولو ردوا ولو ردوا معناها لو ان الكفار ينعذبوا يوم القيامة ردهم للدنيا اخرى وخلي بينهم العمل لرجعوا الى عملهم الاساسي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكذب ويقول ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون عليها خارج من المخارق مخلقة مكينته ما فيها غراب من الاستعداد للتعامل مع مولانا الله يتصدق برسها شور مرضات مولانا توقف
السر هذا من بلاغه القران. قالوا ان القران مدي من اعجازه ويعلم ان موريتاني دول طرقوا فيها وحدين وتلموا لا واريد مريتوه منكم. جاب لنا روايه غريبه قالنا يا ايها الذين امنوا واطيعوا الله وخلاها على قول واطيعوا الرسول. شوف مولانا قال عن نفسه واطيعوا انا اطيعني لا اسمع لي مو طعرطوا. والرسول قال واطيعوا الرسول قال انها اطيعوا ان الحق واولي الامر قال اطيعوا. ما قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم ان الحق واولي الامر قال اطيعوا. وخلى لهم الذاكره قاع ما فيها عود. عاد ذاك قال عنهم اطيعوا واظهر عليهم اللي دارهم بيكل قدام. شو سالهم قال واولي الامر منكم. شوف الرسول ما شرط عليه عود منكم. الا ان يقولكم الشيخ سمعوني يا عبد المكين مبرق قاع زيد. ولا تعرفوه ولا تسلسوه. بينما اولي الامر لا بد ان يعودوا منكم عليها تعرفوهم كسبين من العنهم سريع. إذا نقلع عنهم من الأول نقلع أطيعوا ومن قدام كتفهم وقلقلهم منكم. عاقبات قال إن عنهم اللي قايل أوصيكم على أولي الأمر وقتلهم منكم وقلعت عنها أطيعوا مجرد تختلفوا معاهم ما فاروا عليهم يفرضوا عليكم. قال عنده قال فإن تنازعتم في شيء أيوة قال فردوه إلى الله والرسول وقلع وأولي الأمر قاع. قال النباني تختلفوا من شوي اجمعوا في المصحف خرصوا المصحف وخرصوا الحديث اللي قالكم ولا ما قالكم مولانا وولي الامر يا الله يسكت صاحب الامر لانه لا يرجع اليه عند التنازع وانما الذي يرجع اليه قال الله وقال رسوله. قال وولي الامر منكم. شوف اقلع اطيعوا عنه وقلقلهم من قدام منكم وعودا قال المجرد يخرج تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول واقلع قاع واولي الامر قاع لا تردوا لهم ولا كلمه. لا فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ الداني يخرج قاع تنازعتم في شيء يقولوا نستسكت لكن مؤامرين نطيعوك وعند من يخرج النزاع حتى ما عندك حق في الدخل. حالينا نعرف الناس عدلوا على ضوء الكتاب والسنة يكيل الله معناها إلى القرآن وإلى الرسول معناها الحديث وما نجمع عنهما ويصبح قاع أولي الأمر كان مديون بشروط يتم الحال ماشي ومجرد يختلف خلاف صبح قاع موفق. وهذا عنكم ما ينقال ما ينقال ما ينقال به ولذلك ما تلحق علماءنا للجلاء يوطوا هذا ويوطوه للناس بقريب. الواحد اللي يطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم يا عباد الله واولي الامر منكم. ومبشركم بروايه ان موريتاني ان موريتاني ما هي مطبقه واولي امركم ما تعرفها قاع. تعرف كل شويه هاي ما هي مطبقه واولي الامر منكم. ما فيها دار الا قليلا ما هي مكسوره. وتجريها يا رايها لكم اللي عرفها مكسوره. وعرفت هذه الفريسه مكسوره. موريتاني واولي الامر منكم الا في الدين. يا غير عند من يتعود في الدنيا والله ما يلحقني الدار ولا ما فهم نتفلسل هو الدنيا حالي. إذا موريتاني ليس الحق دنيتها ما في واولي الامر منك وليس الحق دينها واولي الامر منك. ويباتوا الساري عليهم يضور العمال الساريين صفوا الدار وارد ويجوا هذيك الساعة القرض الحرس الوطني ويضل يدقدق الضياء ويباتوا الساري والله إذا دقدقتوها يا بنان دقدقتوها عدوها أحلى ليلة هذه. ويباتوا لك موريتاني صابروا وصابروا ورابطوا على سبة دويلة مبذورة. يا غير عبد المنين تقول لهم اتقوا الله وعدلك لا يقول لك بويا واريد امري منكم. هذه هي موريتانيا ان كنتم لا تعقلون. موريتاني خارج من الدين طبقوا الناس الناس امور معينه. يا غير انت تقولها تسقم الداء. الله يلطف ديك الساعة هون المظاهرات القمر طمي خرصه مالي يكهل بيج دب وسريد مقبيها واحد ولين تقولوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وانا ما بقاش فيها مجروم اخ ما علمت يدي خارج البرويو. قولوا واولي الامر منكم تلاقوا القفله بالدب وسريد بالطمي شايبان
يا غير عند بين الصيغ والتغيير المنكر ومسألة تربي مولاي حق حد. الله لك يا اخوي ام عبد الله واسوي اللي امري منكم. هذه هي موريتانيا. الله يحلم. واولي الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ان قلع تطيعوا. عبدك مقيد من منكم، عبدك مجرد يخرج تنازعتم لا يرفع اليه وانما يرد الامر الى الله والرسول. عبدك قال ان مولاه جل وعلا ان من السمع والولي الامر. وراهما كم ولي الامر الاول يدخل فيه العلماء. انني ان السمع للعالم الفتوى ما هي صحيحه. انا ما كان مؤمنين. تعرفوا الدليل عليه شنو؟ انه قال انه اولا يا ايها الذين امنوا لا دان بنا مؤمنين. يا غير عند منين يخرج الاختلاف والتناسب. قال انه اسمعوا يا عبادي. ان انت تسمعوا فتوى ما هي موافقه للشريعه وتتبعوها اراني ذيك الايمان اللي حيطت لكم بها راني قال. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. قالوا هو يقول إن آمنوا وعلى يقول إن كنتم تؤمنون. قالوا نعم معناها إذا عدتم مؤمنين حقيقة ماكم لا يترفعوا ما هو إلى قول الله وإلى قول رسوله. ولين يظهر لكم إنكم توصلتوا لحد ثاني معناها إنك آمنوا ماكم من أهلها. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ قالوا بعض المفسرين على خالد صحابي انه ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه قال للمشي للقتال في سبيل الله لما يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خارج مشيات يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الغزو. وذوك المشيات للقتال في سبيل الله لما يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السريه. وان خارج السريه مشاها النبي صلى الله عليه وسلم وزعم عليهم زعمهم وانه قيم ماشي معاهم صحابي وانه اصلا مو لمزاح. كثير المزاح يمازح اصحابه، وش قال مدى مسافر؟ والله حناهم من نهار مثلا هم كيل يتعابوا وش يتبرم عليهم. وقال قالوا السلام عليك. قالوا عليكم السلام حصانهم كامل الصحابه ليش يكونون ان الواحد منهم ما يبغى وانشر لك ما يكون بالسلام عليكم ورحمه الله. يقول واحد منهم اصبحت انعم صباحا وخلق لك وكيه صباح الخير. نوعهم من الفكوديه موريتان صباح الخير صباح النور ما رضى الا صباح وظلمة اصلا ما هو صباح النور يعني تقول له صباح النور يقول لك صباح الخير من يقول لك صباح النور اصلا يا اخي ما يا صباح النور انت تقلع السلام عليكم اللي يسمى اسماء الله وتديره بل النور هل هناك نور ما ثم نور ثم نار حيت المسلمين اللي حتى اللي تدخل في الجنه تقالك فيها الملائكه اللي ما خارجه تحيه الظلم تحيتهم يوم يلقونه سلام والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليك هذا من سلام سلام قولا من رب رحيم متداير في بلدها صباح الخير وصباح النور اصلت فوق احد اللهم شوف انا ما نقول كلام ولا لا على واحد ممكن يعود الليله قاع هو مصنت ولا قط قالوا يقول هو عين علي ما هو فالك عيني على فرنسا العادية شورها قالوا على الصحابي هذا اي مزح اصحابه انه قالهم هو قالوا تعلق صارهم كامل قالوا انتم ما النبي صلى الله امركم تطيعوني ولا تخالفوني قالوا والله ما حبكم على ذلك قالوا والله قالوا ما يوجدوا لنا ابو حفره ما نعوده ما بوك داو هين دافا قال ما يدخلوا فيه قالوا ما دخلوا فيها نفس ما رفت قال شو قال قالوا ما دخلوا فيها قالوا واحدين ما دخلوا فيها بنادي طبعا ما أمرنا ولا أحد يكون عدل لي أن نفس ما قال إن الأمر هو لن خالفه قالوا واحدين غيرين كان ما قالوا إحنا قاعد تبع نفس ما خايف من النار كيف نعود خايف من النار باتباع وحنا يدخلوا في النار ما يصح ما أن قالوا إنه هنا سمعوا لك فرده اللي هذا ما درس طبعا إحنا قاعد كامل مهربنا لا خوف من النار، إذا ندخلوا في النار هذا ما يجب الصح، الشريعة ما تجي تعود متناقضة. أباو جاهم عن تيت وباباو يسمعوا، قالوا ما راكم بعد خالف سمية نترى ما تعرفون وقال لكم أنكم تطيعوني تو هو لا ينازعهم، يعني نعرف لكن فيهم متفاصل، ولا عايد يعدلوا قايد العسكري. إياك يعرف يا كانوا الصنادرت مستعدين لكل شيء والله فيهم تردد. إن القايد اللي مجرد يريني يقيم بالكتيبة والله فرقة اللي معاه.
لا تسابق يواجه بها العدو، يطرح لها امتحان يشوف اللي منها قدش يقلعوا، واللي منها مستعد للتضحية يجين به، لعل يقولهم جيم وخبطوا، لهم فيهم محدين قاعناهم مستعدين يضيعوا قدام العدو. لما هو وقته يعدل الصورة لو صورت من ذا غير ما يختار يختبر عزائمهم. اما هو اخباره من دور مصعب الجليل هم قدموا عليهم اللي مسدلم الفايدة عقبوا القضية حكموها وعادوا مختلفين جاءوا نفس لما طرحوا القضية قال لهم لو انكم اتخلطوا فيك النار ما توقفوها قال عود عليكم عذاب الله الى الابد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال لهم لكن اللي فهمته هو الخالق لا طاعة لمخلوق الا قلت لكم طيعوا طيعوا ليك اطيعوا كامل الا بشرط طاعة مولاه لا تفهموا ابدا طاعة الله ولا طاعة رسوله مسألة خالق لو فهمتوها ولا ما فهمتوها اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ايوه هذه لا يقال انها من معجزات القران وانها فيها تكبر الامه المحمديه غريبه تعرفوا شره ماكم عندي لكم لا قالوا هذه لا يدل على ان الامه المحمديه انها لا تجتمع الا على حق لكن نشوف الامه كامله المحمديه علمائها وفضلائها متفقين على روايه يا عملك ما اجبرت لها ايه ولا اجبرت لها حديث قمر عينيك وعدل ياكل شفت عليه علماء المسلمين واهل الخير يا عملك ما رايك شد اللي عليك قالوا هذا مقبوض من بني قالوا لان مولانا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول افهم من هذا انكم وان اتفقتم كانكم قاع لا تردوه الى الله ولا الى الرسول لان الله لا يسمع كلمتكم الا على الحق قالوا امرهم عند التنازع ان يرجعوا الى الكتاب والسنه وترك المفهوم لوها وهو معناها انكم وان اتفقتم فتلك علامه على انكم على رضا الله ما لله يجمع قلوبكم الا على ما يرضيني ابدا والله ما فهمتوه الا شيء في ايه لكن ايه اخرى في القران مالك وحدك ما هون حد منكم سيعرف الناس سيتانا ما صوتكم كان فيكم حد يعرفها بالله يقول جدي واحدة قبل يوصي يقول انا بعد كتر اعرفها بيه الظبط يمكن اسمع وظن كتر اعرف موري ثاني في النصوص اسمعوا ويجدي هو يعرف الله اعلم المهم ايه انا ده بكتر الحمد لله في البروس شوف لكن آية من القرآن فيها عصمة لهذه الأمة غريبة قال أنواك السياسة بها اللي تدنس الناس وتضيع وغيرها المولانا قال وين طائفتان من المؤمنين العياذ بالله اقتتلوا تقاتلوا بيناتهم قالوا فأصلحوا بينهما قالوا أصلحوا بينهما لله يصلح ورحمهما قالوا كلمة طائفتان من المؤمنين وثم الدحر قال أصلحوا بينهما معناها أن ثم طائفة لا تشترك في القتال بينهما لأن أصلحوا لما يجد يصلح ما هو حد ما هو من طرف العالم يعود من زر ما يقعد يصلح بهذه الزر مرض وحد مريض ما يجد في الحقيقة وشيء والله ياك ما هو زين عنكم هذا هو المكره اني اغرق في السياسه ولا غلط لي فيها رقا ومشيتي لبليده اللي انا نطالع عليها نقضي الفوائد نرجع وتخلص اوقات الغي يعني ما كنت خاطر قال مولانا بن سلمة مش ملاك يقروه وحدي يقول له وقلبوا لك نمو حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون يريد تطالع انت على انهم غيروا لك الامور وقلبوها يرجع نبي الله بعيدا منها نازرة ويصبح الناس خلال ثقيل عليهم انه يرجع عني كرواي يبقى وهل النفاق واحد يدير عنده ورسول الله فيه اللي طلعوا مولانا على الخسائش يجي بعيد قالوا على اني قال مولانا وين طائفة تاري من اللي اقتتلوا فاصلحوه نصلحوه طائفة اخرى ما تقاتل وان هذا دليل على ان هذه الامة لابد من ان تحافظ مولانا فيها طائفة ما هم صادينها كلها صادين ما هم جابرين عود من الزر ولا هم من ذاك الزر يقدوا يزان عندهم عملية طائفة مرة يزان عندهم طائفة يا غير انهم يعود وقاعد كاملين في كفة مستحيلة ابدا لا
لابد ان يعود عنده تميز. اياك لا قالوا للناس تهنئه شرفك، انا راك يعود من زر ان اطلع عليه منبر واقول ايها الناس اتقوا الله وان باتوا الصب مقار الله وقال رسول درتم عليه تنطون لك عادي اتقوا الله معناها عودوا معنا احنا واسعلوا كلام عاها كذا ويتموا كلامك دائما يفسر بالناس راعي الزر يريد عود الناس عارفة على انك انك معنا هي لله عود الاطراف كاملة كلها يصنت منك ذي يعرف انك ملك من حق يسمعتوها لما يسمعتوها لا بد الحد يدور التميز انه يبعد يخرج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق اللي هو الحديث وعجاب البيت والحقيقة الله أحق بالرضا من كل أحد اللي يرضى مولانا لا تسوي وليه ما يرضى مولانا لا تسوي أكامل زي ولذلك أرسل حقول ناصر كل تسرق على السياسة قل المولانا حضر تسرق تأليه راضي عنه الآن يجمع معك إجماعين قال لك يقصر عمره قصر عمر خلو عبر النو والسان نمخ ويش يدفعنا ريالين دورو قاعنا شبرو قال منه ما يقدر يتقدع ويهو لك إلا ما حدك تسرق عليها قرب له من هذا وقرب لك من هذا يوم وقال هو لك مكة. الله يخلي وصلا ذكرني لأحد من الإخوان اني اصلا مركز قاجين نفطل له انه مثلا عجلان حتى متحمس للزر عنده قاعدة اللي منها بعد قلبه شوي في ايمان لا انت تختاره يثقل قول له الله فلان هذا اللي تدعي له يحشرك معه اللي انت تقول هالو تفطل له مستوح حالي يحشرني معه خصة ماني مستعد له ايوة سألك فسلك قول له الله يجيركم فبر واحد يعملكم تعود حبركم معه يقول لك ما هو فالي ما هو فالي كم مرة تقول انه من ياقوت انه ما شفته ايه هارم منه ما تبقى تعود من زره لماذا تدعينه ويعطيك الخير يا هو لك هو يدعينه ويقول لك صدق وامين وعالم مولانا ما كنت شو عالم مولانا عارف قول له الله يعشرك معه ما تقول هارو ما افتدت وعادل يتشاهد عنك اللي وراه ها انت عايد هاك نفسك خلصت ما تقدر نحشر معه ايوه قول لي ليك واضحه يا خي هذا اللي كامل شفتوه يوم بالحد قولوا له الله يعصرك معاه يا خي الله يحلم ان شاء الله الله يحلم على كل حال احنا درسنا الليله لا لا رضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله اولى بالرضا من فسق راجل ان شاء الله قاعد يعود ما فينا الفسق وان اللي منا فيه فسق والله شي يتوب المولانا ويصدق نصحه كاملي سمعتوا انتهى الوقت كل يفهم ايه وخلاص اهو ما ادري في كلام الا هو قاعد اللي قاصبك حتى لمه لمه ايه نعود نسلمك وقت اخر تجيني هون ان شاء الله صلاة العصر ورا العصر شمالك شمالك راني ما هو رسميا الا شمالك إنني إن شاء الله هون قاعد لكم هون وعود سؤالك قول لي أنا قطريت سولك كذا تفقدني بأنك تسأل الدي إن شاء الله هون جاوبك وفي الليل خارج الله القدر من الدرس وني نسلم من صلاة العشاء ما على بس جي مكان نسيني وقفر ويوفر تبقى يا أخي استفدت هذا الكلام اللي ألفهمته الحمد لله ذلك من فضل الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع اسمائي سألك اللهم بجميع صفاتي سألك اللهم بيالك كله اللهم انا نسالك بذلك كل لا تنقنا هم الا غفرت ولا هم الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دنا الا اديته ولا عدوا الا قضيته ولا مرضى الا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره الا زرته اللهم اجلنا من جميع المكاره اللهم انا نعوذ بك من كل مكروه علينا وهو لنا عليه اللهم انا نعوذ بك من كل مكروه من جميع مكاره الدنيا ومكاره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدنيا